إلى الحدث التربوي حيث يحبس الجزائريون أنفاسهم مخافة وقوع تسريبات جديدة بعد تحدي إحدى الصفحات لوزارة التربية من خلال نشر موضوع تقول أنه للغة الفرنسية التي سيمتحن فيها هذه الأمسية. إلى ذلك وبعد الصعوبات التي تلقاها المترشحون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا الجزئية شعبة تسيير واقتصاد في امتحان التاريخ والجغرافيا، يجتاز في هذه الأثناء المترشحون مادة الفلسفة في حين يمتحنون في الفترة المسائية في مادة اللغة الفرنسية. لتفاصيل أكثر نربط المباشر مع موفد تلفزيون النهار إلى ثانوية عبد الحق بن حمودة ليليا داود. أهلا بك ليليا. نعم سهام، أنا في الاستماع، أهلا. إذن بعد حوالي ساعة من انطلاق الامتحان، كيف هي الأجواء عندك؟ نعم سهام، بعد ساعة من انطلاق الامتحان لحد الآن ما زال المترشحين يمتحنون في مادة الفلسفة، لم يخرج أي مترشح لحد الآن. ساعة من انطلاق الامتحان يمتحن الآن التلاميذ في مادة الفلسفة في جميع الشعب، شعبة العلوم التجريبية وشعبة التسيير واقتصاد والتقني الرياضي ورياضيات. بالنسبة لهم مادتين، مادة الفلسفة في الفترة الصباحية ومادة اللغة الفرنسية في الفترة المسائية، المعامل 2 بالنسبة للمادتين. كما سمعت في قبل دخول إلى المركز سهام المترشحين في الصباح، كان هناك تداول بعض المواضيع، يعني لا نعلم ان اذا كانت مغلوطة ام صحيحة في الفيسبوك في الليل. كما سمعت قال المترشح انه الخامسة صباحا تلقى اتصال من زملائه لكي يعني يعلموه بتداول موضوع اللغة الفرنسية، تخوف، يعني تخوف من الاولياء. احتكينا ببعض الاولياء الذي كانوا مستائين وعبروا عن استيائهم من هذه الصفحات التي تنشر هذه المواضيع، يعني لا نعلم اذا كانت مغلوطة، التي يعني تربك التلاميذ وابنائهم. احد ولي التلميذ قالت ان ابنها لم ينم ليلا كاملا، انه أتاني صباحا وهو يعني في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لكي يعني يبحث عن المواضيع التي يتم تداولها في مادة اللغة الفرنسية. نعم بالفعل بعض الصفحات تداولت موضوع اللغة الفرنسية الذي يعني سوف يجتاز فيه التلاميذ المترشحين في الفترة المسائية. الموضوع موضوع يعني لو تكست موضوعه أبل بور اون بلانيت فيفابل، سوف نتحقق في الفترة المسائية من هذا الموضوع. الموضوع يعني بحوزتي الآن، سوف أتحقق منه شخصيا وسوف أعلمكم بكل المعلومات. شكرا لك ليليا داود، كنت معنا من ثانوية عبد الحق بن حمودة، شكرا على هذه المداخلة.